قد كان في ضيافتنا في مأدبة الإفطار أبطال محافظة كركوك الإعلاميين والصحفيين والكتاب، هؤلاء الذين وقفوا مع الجيش العراقي والبيشمركة والوحشد الشعبي وقوات أمنية كافة في حفظ أمن محافظة كركوك، وشاركوا في معظم محارك التحرير في أطراف مدينة كركوك. كان لنا اليوم أن نشكرهم لمواقفهم في المدينة وعملهم الدؤوب خلال 24 ساعة. هذه السلطة رابعة، سلطة مهمة في محافظة كركوك، ارتينا أن يكونوا معنا وأن نحن نكون معهم في هذا اليوم المبارك، وإن شاء الله نكون مع هؤلاء الصحفيين في كافة أراضي العراق في موصل وحويجة، وندعو من الله أن يحفظهم ويحفظ العراقيين جميعا، ونراهم في رمضان القادم في أعياد القادمة سالمين منعمين. تستمر هذه الأيام المباركة في أبواب تيار الصلاح الوطني مأدبة الدكتور الجعفري لكافة الطبقات والشرائح المختلفة في محافظة كركوك، واليوم وغدا إن شاء الله اليوم أيام العيد سنكون معا ونحتفل معا إن شاء الله بنصر قواتنا الأمنية في تحرير أراضينا باستقرار بلدنا إن شاء الله.